صار معي الشيف إلي. هاي كيفك؟ صبا صبا. امبارح ما قدرنا نطبخ، اليوم عم نعمل زيت الريسيبي. عذبونا امبارح، اليوم خلص ما في مزح، اليوم ما في مزح خلص. يلا بدنا نطبخ شيء طيب وهيلثي. شيء طيب وهيلثي، شو راح يصير؟ عندنا صدور الدجاج بدنا نعملهم بوبيت. بوبيت يعني بدنا ندق صدر الدجاج نوسعه ونصير كتير رقيق ونحشي الحشوة اللي رح نعملها هلا. الحشوة رح نفسر عنها شوي قبل. معنا ورق السلق بده ينسلق. السلق ينسلق. لو معنا ورق سبانخ شو كنا عملنا؟ كنا جاي ينسلق من السلق يمكن. بركي. ما بتعرف. أو سموا سلق لأنه بينسلق. كمان. كمان. بدنا نعرف. المهم. المهم ما نوقع الكيف. ايه. ويكونوا الدجاجات هيلثي. دجاجات بالبرد، انا تركتهم هلا تكنا بلشنا بال. اول شغله بدنا نشيل الضلع. الافضل لانه نحن باللف الدجاجه بس نلفها بالحشوه بدها تكون طريه الحشوه ولا بتخزق الدجاجه. اوكي. بدنا كميه سلق لانه بس بعد السلق والتعصير بقله. هلا الورقة الرخصة الراس إذا بتحسي ما في ضلع عم نشيله. صح. نتركه. فينا نعمل طريقتين. سخنت مي. سخنا مي يا حية ها بس مويه شوي صغيرة. فينا نتبع الطريقتين. بدك نحطهم نسلقهم؟ إيه بس عم فكر نقطعهم قبل. أوكي. فينا نقطع قبل وفينا نقطع بعد بس أنا عم فكر نقطعهم قبل. طب ما ياخدوا كتير معنا وقت. السلق بس ينسلق بضل في كمية صغيرة إنه ما رح نسلق كتير. إيه بدي ضل شوي صغير لأن إحنا هون بالرسات تبعنا بنعمل قلية بصل. هلا بندور البوت كارتين. نعمل قلية بصل إنه بحس من الجقرة تبعك دغري قلية ومش داير في مشكلة. قلية بصل وصنوبر السلق وحط له بارميزان مشان هيك يعني بيلحقوا بعد نار مش ضروري ينسلق على الآخر. المهمة إذا بدك هي يتعصر طيب يبقى في كتير مي. إذا بقى كتير مي بقلبه بعذبنا باللف بعدين مع الدجاج. ما رح تسلقوا نورا عم تقصهم بعدين عم نقصهم بنرجع نسلقهم. أوكي ميرسي لفرانسوا على الموسيقى الحلوة. مش غلط موسيقى بالمطبخ تريح لشي ريلاكسين. راح نشوف الفيسبوك بيج للام تي في لايف فيكم تفوتوا تعملوا لنا لايك. واذا بدكم تشوفوا ريسيبيز بدكم تشوفوا حلقات ما قدرتوا تحضرون فيكم بس تعملوا لنا لايك فيكم تفوتوا وترجعوا تحضروا الحلقات ما بتروحوا عليكم شيء. في كومبيتيشن كمان وفيكم تجوا كل يوم سبت تطبخوا معنا او ديسير او اكله. ما هيك؟ فين؟ اوكي. المي فيها ملح، ثلاث ملح خشن. كل شيء خضره بدنا نسلقها ونعملها بلونشير بهالطريقه بنكتر ملح هيك الخضره بتحافظ على لونها. بجرب نزلهم كلهم مع بعضهم لانه ما عندي كثير كميه انا اصلا. المفروض يقدوني. هي تطرى شوي صغيرة. اوكي بنحط كثير ملح. ايه بدنا نحط ملح كرمال ما يغير لون الخضرة. نطر عليها تتغلي. من بعدها بدي اشيلها صفيها وعصرها. اوكي بنستعملها بالقلية. هلا اللي فينا نعمله اذا بدك فينا نبلش بالدجاج او بنحضر دجاجات. الكوتية هون صدر الدجاج تيندق معنا بدنا نستعمل ورق الخشخاش. بهالطريقة هون إذا حسينا شوي إذا حسينا الصدر كبير فينا نشيل منه شقفة وإذا لا بيمشي الحال. هلا بنجربها
نطلع شوية ضجة بأثر شيء على الموسيقى؟ لا لأنه هلا بعلي الموسيقى. كنا مستمخين بالموسيقى. أقوى أقوى ما أنا قادر تقولي لي وقف بس مضطر إنه ما نكمل أقوى على البيت بدك تمشي. هلا اذا بدك تاني شقفه تاني شقفه انا تاني انت ومنرفع لك اياها شوي هيك ما بتقعد تاخذ كثير. طوشنا ما اذا بدنا نعمل تيستينج بدنا ننطوش بدنا ندور الهوت يلا جرامر ولا بدكم نحن نحكي؟ قرروا قرروا بس ما بدنا هالاصوات مرت الجيب ما بقى تعملهم هول على الهواء. طوشنا خلص خلص هي ما خلص بس بس مضطرين خلص. طب بعد اول صدره شو بنعمل اذا ندق الباقيين؟ هلا بنحضرهم. هاو سبانخ تسلقوا تسلقوا انا هون الحشو ما كترته يعني عد الصدورة فينا نزيدها شوي مش مشكلة بس لانه الكمية اللي عنا مش بحاجة لأكتر من هيك. هلا الافضل دايما شيل مي وتلج. ايه عرفتي؟ بس ضل لونن اخضر. ايه هون انا دغري رح شيل عصر بدنا يفوتوا على الفرن؟ بلش بالقلية للدجاج من بعد هي الطريقه اللي راح نعملها اليوم اذا بدك سيمرينج يعني هلا بس هلا بنشوف كيف بس نعمل قليه نحشي الدجاجات. ايه خلصنا هي اصلا في الملعقه الثانيه المصفيه هذيك الارينيه احسن بس بزيد دائما الكمية اللي عم بعملها دائما بعملها على مصغر عقد ال خبيت المصغر. ايه هون ما بنرتهم لان دغري رح قلي وبحشي. خلينا نعمل قلي اذا بدك. رح نبلش بالزيت بدنا بصل هوني مش كله لا لا لاحظت الزبانة في يعني عقد صدرين جيش بس طي ما ايه هنا لا يطعمه يعني بس مش أكتر. الكمية دائما بدنا نذوب الكمية السلق لأنه بعد السلق السلق بيصغر سي سلاي ما عاد فينا صغير السلق سلاي حط نحط معه صنوبر رح نحط صنوبر هلا قبل ما احط السلق كرمال يتقله شوي صغيره خلينا ناخذ شوي طعم من البصله زيادة عليها
راح نحط البارميزان. بدي انتبه على الصنوبر ما يحترق، يدلوا باللون المقبول يعني، لأنه بالحشوة ما بيبين يعني، بس نحشي بالدجاج ما عود فينا نبين. نورت نورت وقلعت كل شيء. هلا صار في حط سبينه السلقات، فينا نعمله بسبينه كمان هالحشو يمكن فينا. في حال عنا دي جي مهم اليوم، يعني مع هيك طبخة هيك دي جي كملت معنا مع أكلات طيبة والموسيقى أهم شيء. لا لطيف. هلا بدنا نرجع نطرطق دجاج. هلا اذا ما هلا اذا بتشتري صدر واحد بيأدي لاربع خمسه بلاها، اذا لا بدنا نطرطق. نحن اثنين ثلاثه خلص انا بدنا نعلي ميوزيك، فيك تعمل ونحن بنعلي الميوزيك ما بنزعج المشاهدين. اوكي هيك بيسمعوا موسيقى، موسيقى حلوه كثير. اوكي نزيد لها البارميزان. يامي. هون كنت عم بقول لك شغله، اذا بقي معنا مي بس السلق مع البارميزان بيشد، وعلى هون على القليه بصير على القد. ما بنحط ملح لانه البارميزان مالح. البارميزان مالح بدنا ندوق مش مشكله، بس انا هون ما بحط لي زياده على هيك ملح، رح نملح صدر الدجاج. ما عم نصيبها اليوم. على اليمين على الشمال ما عم بتشيب المقلية. غريبة. انت قبل الحلقة قلت لي شغلة وترتيني. غيرة ما غيرة ما. اوكي. هيدا القلية جاهزة. مش الحال. ايه انا بس بدي اعمل صدر الدجاج تا نشوف كيف. يلا. انت اعمل صدر الدجاج، اذا بدك بعد ترفعهم نرفع. وهن بيعلوا لنا الموسيقى هيك ما بنزعج حدا. اوكي يلا يلا. أوكي. علوا الموسيقى. اديني كارت بلانش لبلش. نحن على الهواء صرنا. يلا اوكي بدك استفدنا. خلص استفدنا. ميرسي حطيتوا ميرسي. هيك ما طوشناهم للمشاهدين. خلص بكفوا هول. لا لا هن بكفوا بس كنا وبيوفوا كمان. بكفوا وبيوفوا.
هذا صدر الدجاج اللي دقينه. رح نملح. نجيب البهار بس تزيني. أنا مش مدخل البهار. إيه هاي البهار أو الأبيض إذا بدك. الأبيض. أنا بفضل البهار. أوكي هذا ماشي حاله. أوكي. هذا صدر الدجاج جاهز. بدنا ناخد الحشوة. شو صار له؟ ايدك مالحة يا ستيفن. مش الحال. انت بتحطي بس بهار بالاخير لانه ايدك مالحة بيطلع على. شو يعني ايدي مالحة؟ إلها معنى؟ مخربنية في موار هيك. بيهيف مش إلي. انت خربتها وبعدين بتقلي جيب البهار وبتحط الحق علي. ما لا انا كنت بصير تعطيني الابيض، ابيض مش حال ما خربت معي. بس انا زبطتها. عسلامتك. يلا. هيدي الحشوة. نطبق الصدر. بعدين شو بدك تعمل بالدجاجة؟ هلا بدنا نربطها. بدك تربطها؟ مرحلة. منها قليل. ايه. نثبتها من عندها ثلاثة. بدنا نربطها وبدنا نقليها. والقلية بنحط لها آخر شيء نبيذ وستوك. مرقة يعني مرقة دجاج إذا بدك. رح كمل صدر واحد إذا ما معنا كثير واحد هيك بالقليلة بيشوفوا المراحل كلها المشاهدين. أهم شيء نشوف المراحل التربيط. تربيط. التربيط بصير على طريقتين. أوكي. رح نبلش بالأولى. أنا برخيهم شوية زيادة. زي اكشف على التربيط. بدك تلح؟ ايه. اوكي. هيدي صدر الدجاج حطيناه بهيدا الطريقة. بنترك شريط شوي من هاي المالفيل. بنلقطها هيك. بعيد؟ أكيد رح يطلعوا في كذا واحدة. إيه؟ هي قعدت بيعملوها بقلبها بإيدي. هالطريقة. وبشت هي لوحدة يعني مش انه تكنيك. برجع فوت. اخر وحدة. هول عقد ما بينفكوا بسهولة. هي هن كلهم متصلين بعضهم بتفكوا وبيكرجوا ما تعطي لهم. بوصل للاخر. هون شريط مطرح ما تركته انا. بربطه. ما تقول لي حط اصبعي لانه ما اني جديد. حط اصبعي على الدجاج. لا لا ما بدي احط اصبع. اوكي اوكي. الطريقه الثانيه هيدي اذا حدا حسيها معقده. معقده خالص هيدي. عقدناها زياده. عقدناها زياده نحن. الطريقه الثانيه نحشي. معنا وقت؟ ايه معنا وقت. قد ايه عندنا وقت شباب؟ ثلاث دقائق. ايه بنروح فيهم على الصين وبنرجع نحن. ثلاث دقائق. ثلاث دقائق. ملح. ملح. بهار ستيفاني تبعك. هريتك. ثانك يو. حشوة. زيت شي منطبق. اوكي منسكر. مطرح اللي بحسس نيكي. هلا في تربيط هير شكل. في تربيط على هذا هيدي وحده وحده هون هلا. وحده وحده. ايه. اهون شيء. بلا تكنيك بلا شيء. بلا تكنيك. شو بنعمل؟ هيدا الصدر بدنا نحضر الخيطان على هالشكل. قد بدنا ثلاثة أربعة قد ما بدنا. بنحطه على طول الصدر. إلي بحب اشتغل معك لان ضلني اضحك. شو هتضحك علي؟ لا مش عليك. ضحك سوا. انت مهضوم. ميرسي. اوكي. لا حبيت هيديك الثانيه. هيديك يعني اذا بدك بدها شوية وقت بس. مش وقت. وقت تتعلميها. بس تطبقيها كثير هينه. وهي دايما ربطها. هي الربطه العاديه اللي نحن بنعرفها. بس ما بدي احط اصبعي. Yeah.
حاضر. اوكي. وزيت شي الباقيين؟ هديك طلعت صغيرة أنا بقول. أي وحدة؟ مصرية. ما ليش فايتة؟ هلا بنجرب أروق. لا لا ما بتلف. أكيد. أوكي. ناطحة. ربطنيها. رح نقليهم دغري تنشوف كيف بدنا نعملهم. أوكي. حط نقطة زيت. بعدين بدنا نفوتوا على الفرن؟ لا ما رح فوتوا على الفرن، فينا نفوتوا على الفرن. إيه؟ أنا بفضل لأنه فيك تفوتوا على الفرن. ما بتتاكل إذا شوي نية. لا لا ما رح تكون نية أبداً، شو رح يصير؟ رح نقليهم ياخذوا اللون الأشقر، بعد ما ياخذوا اللون الأشقر بدنا نحط لهم شوية نبيذ. بيتبخر نبيذ بنحط ستوك. مجرد ما أنت حطيت ستوك ومسكرة على المقلاية بينطبخوا مع البخار مع كل لون. ايه اكيد نحن خلص وقتنا. اوكي بكون انا خلصت. فسرنا للمشاهدين شو رح نعمل، بنرجع بنشوف مشاهدينا بتيستينج وقفه ومنتابع اللايف. ياخذوا زوم ليشوفوا شو عم تعمل. في هون شوية زوم مع بقى طبعا. طيب طبختها بس ببويون دجاج بدون نبيد؟ شوية نبيد. بنبيد. هيدي الرقبة استاذ اللي عملناها هيك كيف تتسحب شو هينة. هي أول وحدة. اوكي يم تمشي فيها عادي وفيك نكسة صغيرة هيك كمان تنقص. وفيك تحط مقص. إذا عندك مقص تحط مقص، إذا ما عندك مقص تعملهم بالسفرة. أنا بلا مقص ما في عيش بالمطبخ. إيه ولا أنا. ضيع. سفري. مقص منيح. إيه كثير هين القصة بالشغلة. كل شيء. أهم شيء نتأكد إنه ما بقى فيها. أهم شيء ندوق. أكيد. أنا بدنا ندوق. أنا ما فهمت، فكرت عم تعمل سلق وتلف بقلبهم دجاج. إيه الكونتخير. لا دجاج. هلا هيك صارت منطقية أكثر لإلي. ثانك يو. تفضلي. أوكي. بالسلق في بارميزان، في بصل، في صنوبر. مزبوط. ميرسي. صندوق. تنشوف شو الفرق بين السلق والسبانخ مثلا. ليك بتنعمل بسبانخ، ما في نعمل هي زيتها مع سبانخ. طيب ما في شك. لاحظت الدجاج كيف استوى؟ كنت عتلينا هم انه ما يستوي، بس هو لانه بس ندق الدجاج رقيقه بوبيات. خلص كانه طعمه سبانخ كمان. ايه انه بيشبهوا بعضهم. مزبوط. هلا إيه. قالوا نكهه خاصه السلق، بس انه ايه كانه فيك تستعمل اثنين بسهوله. حبيت الحشوه. و الدجاج شو مارينيتد ولا لا؟ لا لا دجاج صدوره بندقه على شكل يعني قد ما بيوسعوا معنا تصير ريق، لانه اذا منها ريقه بعدها سميكه ما بتنلف. صعب كثير باللف، بس نرققها بنحط الحشوه بقلبها وبنقليها لتاخذ هذا اللون ال مهضومه كثير اللون الاشقر. بنرجع بنحط ستوك ونبيد. بنحط نبيد بنرجع بنحط ستوك. ثانك يو. ميرسي لك. نايس. هيني وطيبة وتحمصت وبعدها طرية من جوا مثل العادة. وفينا نحطهم بالفرن كمان، فينا نحمرهم شوي ونرجع نحطهم بالفرن. ايه فيك تكمليها بالفرن بس لأنه لا إذا ما بتعمل ما بدك تحطي ستوك بتاخديها وبتحطيها بالفرن هيك بتطلع لايك. في طريقتين إذا بدك تلتهي بغير شيء وتحطي بالفرن تنسى فيك. ثانك يو إلي. بنشوفك قريبا بكره؟ بكره لا لا بكره بدي فرس ريي. ليش انا عم فكر انه اليوم من هالخميس؟ ما بكره السبت بيجي حدا من برا بيساعدنا. صح مزبوط. صح بكره عندنا ضيف بده يجي يطبخ. مشاهدينا انا برجع بشوفكم بعد شوي، بس قبل رح نعطيكم ريسيبي بكره.